السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير. مرحبا بكم في نوفيل فيديو، مرحبا بكم في لاشين ديالي. الا كنت اول مره كتشوفوني انا ساره، مرحبا بكم في لاشين عندي ساره كنتاوي. طولت عليكم عاوتاني بزاف، شحال هادي هاد الفيديو، شحال هادي فاش صورتها لكم. يكونوا دابا تكون واقيلا دابا شي 20 ايام باش صورتها لكم. المهم بارطاجيت معاكم النهار من الاول. هنا خليت لكم لا فيديو ديال الشونجمون ديال الكوزينه، الا جاب الله ما شفتوش دخلوا شوفوه وقولوا لي الراي ديالكم، واش عجبكم ولا ما عجبكمش. نتمنى هاد النوع ديال الفيديو يكونوا كيعجبوكم. هنا بارطاجيت معاكم من الصباح. هنا كان عندي واحد الغرض، غادي ندير زعما عندي واحد الغرض في هذا النهار. فقت بكري فبديت معاكم النهار من الصباح. الفطور ديالي كان هو هذا. ولفت صافي، ولفت دابا وليت حتى كرشي ما بقيتش كناكل بزاف. المهم صافي مشيت مني فطرت، شللت هذا الخير هكا ومشيت حطيته في لافيسيل باش يتغسل. وكنت لونسيت حتى لاماشين. وهنا بغيت نبارطاجي معكم الطريقه اللي كندير على حساب، حيت شحال من وحده كتسولني كيفاش كتبروغرامي لاماشين ولا لافيسيل. بالنسبه ليا انا هاد لاماشين عندها واحد البروغرام ماشي بحال لافيسيل. بالنسبه لاماشين كما كتشوفوا كديروا فيها، تقدروا تبروغراميوها من الليل باش الصباح بكري تبدا. راه جو بونس وقيله فيها 24 ساعه الا ما خفت نكذب، يعني تجلس ولا معرض 12 ساعه لا اكثر، حيت درتها واحد المره من الليل وجلست الليل كامل حتى الصباح مع 10 عاد بدات. كديروا البروغرام اللي بغيتوا. انا هنايا درت غسيل اولي ودرت غسيل مكثف، وعندي هنايا واحد الحاجه سميتها اغي ديفيري. هادي يعني ملي كتشوفوا هنا درت 4 سوايع، يعني من هنا 4 سوايع نلقاها سالات داخله فيها حتى الوقت ديال الغسيل ديال الحويجات. بالنسبه لافيسيل، لافيسيل كتقولي ليها بداي مع هاد الوقيته صافي، هادشي اللي كتعرف هي كتعطيها دات دو ديبار. اما بالنسبه لاماشين لافي كتعطيها لا دات لوغ فاش غتسالي، فهمتوني؟ يعني لاماشين شويه فيها شويه، الاخرى كتبقاي تفكري انا درتها مع 3 تسالي ليا مع، خاصها تسالي ليا مع 2 ولا، فهمتوني؟ كديروا الحساب اللي كنتو باغيين نتوما في راسكم. صافي هنا كندير المود اللي بغيت. هنا درت اوطو حيت كانوا شويه موسخين، ودرت هذا فيها ديبار ديفيري، يعني درت ليها من هنا 4 سوايع ولا 6 سوايع هذا بدا ليا نتيا. وهنا بان ليا بلي راه خاصها الملحه، هذيك العلامه اللي فيها اس راه هي السالت ديال 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 الملحه، خاصها الملحه. صافي هنا راني زدت ليها الملحه ولكن ما صورتش لكم. ومن بعد كديروا ديبار، صافي ها هي ديك العلامه تحيدات. فهنا عمرتها بتقريبا 2 الكيسان ديال سميتو. هنا كتبان لكم من بعد 4 سوايع تالي، هذه من بعد 6 سوايع عاد غادي تبدا. هادشي كلشي اللي كنصور لكم البنات راه تقريبا نقدر نقول لكم شي 7 الا ربع ديال الصباح، يعني فقت. كنفيق دابا مع الحمد لله دابا الفجر كيبدن بكري 6:30 وهذا، فكيبقى النهار طويل. المهم هذا روتين ديال النهار لشي وحده اللي بقى عندك شي غرض ديري ولا اللي خدامه نوض. هاد الا درتي بحال هادشي في الصباح ولا فوقيته فاش كترجعي كتلقاي كلشي تقاد وكلشي تصايب. انا بروغراميت على حساب كلشي فاش غادي نرجع باش نلقى نشر سالة وكلشي سالة. هنا كنقاد حويجاتي اللي غادي نلبس، صافي حطيتهم هنايا. هادو راه صراحه صورت لكم هادي راه ليلة قبل، انا ماشي من داك النوع اللي كيلقى الحوايج حتى الصباح. كنحط كلشي في الصباح حتى تقاشر حتى المكانه حتى كلشي باش نلبس ونخرج في حالي. هنا كنحط الوراق ديال الطوموبيل حيت غالبا كنخرج وكنساهم، ماشي مره ماشي جوج، مشيت شحال من بلاصه لقيت راسي ما هزاش الوراق. وحق الله بعد المره تا كيبان لي البراد
ماكياج ولا شي حاجه عاد كنديرها وكنلقى راسي ما هزاش سميتو. صافي هنا كنشوف لي زاكسسوار اللي غادي ندير. فانا اختاريت ندير هاد الخاتم، وبغيت نوريكم هاد لي تخيك بالنسبه للناس اللي بحالي كيبقاو يضعفوا ويغراضوا يديهم، ما كتكونش عندهم ستابل. ف ديروا هاد اللعبه هادي وشريوها، راه زوينه. انا كنت خديتها في علي اكسبريس، زوينه، كتبقى تصغر لكم، كتنقص لكم في هذا ديال اليد، وما كيبقاش يبان، يعني ما كيبانش بحال دايره سكوتش ولا شي حاجه بحال مسلفاه، وهو راه اصلا خاتمك، ولكن ما اليد كتبقى ضعاف وتغلط. صافي انا جيت بغيت نوريكم الطريقه كيفاش كيركب. كتشدوا الخاتم كتركبوه، كان خاتم راه كاينين ديال خاتم واحد، راه وريتكم قبيله، راه كاينين تما عندي بزاف كتير، شي حاجه صغيره شي حاجه كبيره. كتقادوا الخاتم ديالكم كيف بغيتو ولا كيفاش كيركب، ولا خاتم واحد كما قلت لكم. صافي وكتركبوه من التحت. انا قلت نبارطاجيها معكم حيت شحال من واحد صراحه شاف عندي وقال لي راه زعما بونافير، وفي اليد في اللور راه ما كتبانش بزاف، كيف كيبقى يبان غير هذا من الفوق. صافي درت هذا البارفان هذا، صراحه كان عزيز عليا واحد الوقيته، ما بقاش عزيز عليا حيت كانوا وليت كنشمو بزاف ديال الناس. المهم هنا راه مشيت قضيت الغرض ديالي، حيت كما قلت لكم راه الصباح هذاك فاش كنا راجعين دزنا، قلت بلاتي كنت دايزه الالكترو بلانيت، وقلت بلاتي نصور لكم الحاجات اللي بانوا ليا تما. قلت الا بانت لي شي حاجه زوينه نصورها لكم، ما بانتش لي ما نصورهاش لكم. المهم هذه الكترو بلانيت ديال نقول لكم تسيله، وقيلا محسوب هنايا على تسيله ولا شي ليله، على شي ليله. المهم صافي هنا دخلت اول حاجه بانت ليا، وانا نقول للراجل اللي كنضحك عليه قلت ليه شري ليا دايزن والله الا راه رخيص، قراه هو من تسعه غير 500 درهم. قلت ليه 5300 درهم 5300 درهم. وانا جيت كندور وقلت فاش كان وقع لي واحد المشكل في الشوفو، الا كنت عاقل الناس اللي متبعيني كنت كنقلب على هاد الشوفو اللي مسطح بحال هكا، ايوا ما لقيتوش. ايوا دابا كومباغازا غير جاي كندور وانا نلقاه، لقيتو شوفو، والثمن ديالو زعما صراحه مناسب، لان كان ديك الساعه كان ديك الساعه كنت كنلقاه ب 7000 6000 درهم وما كاينش سيغ كوموند. وهاد اريستون راه ماركه زعما زوينه، كنت ديجا حيت فاش كنت كنقلب، المهم ماركه زوينه، وهاد راه فيه الويفي وتقدروا تحطوه بحال هكا ولا تقدروا تحطوه طويل، عرفتوا هادو زادوا فيهم بزاف ديال سميتو. انا عندي بحال هذا اللي حداه غير هو كبير علي، انا عندي 50 يطرو، هادو قلت 30. صراحة هو زوين، ولكن كنفكر من بعد ان شاء الله الا بغيت نقاد لي بلاكا غادي ما غاديش يدخل ليا في لي بلاكا، حيت كبير بزاف، غادي خصني نخرج على لي بلاكا زعما في البروفوندور، خاصني ندير بروفوندور كبير. صافي هنايا كنفكروا صراحة نشري شي كافيتير باش ما نبقاوش نمشيو للقهوة، حيت صراحة كنمل وما كنلقى فين نمشي، كنمشي زعما غير القهوة اللي كنبارطاجي معكم ديما في انستغرام. الا كنتو اول مرة كتدخلوا عندي، دخلوا عندي الانستغرام، راه كنبارطاجي فيه حوايجات اللي هما زوينين وكيكونوا ساهلين، وكنطلع لكم مرة في النهار باش نقول لكم كيفاش دايرين. المهم كاينين بزاف ديال العروض في هذا الشيء، انا صراحة ما كنفهمش في هذا الشيء ديال القهوة. الراجل اللي جالس كيشرح لي لا هذه فيها هاد العيبة، لا هذه كتفياضة، لا هذه كدير ما نعرف شنو. انا صراحه ما كتعجبنيش القهوه عفوا هاديه، يعني كيعجبوني دي كابسول. قلت لي ناخذ ديك اللعبه اللي كتبدل فيها لي كابسول، هو قال لك لا خاص تكون فيها هذيك ديال القهوه بحال هادي، قال لك عيانه حيت غير كتسخن ماشي كتفيض. ايوا لاله حليمه تاهي بنت لينا تما. الصراحه الحمد لله انا مع ساكنه في لوريتشوسي، ما كيكونش عندي بزاف الصاد. شوفوا هادي اللي عندي اللي كنت خديتها في 400 درهم، شوفوا شحال دايره، ودابا راه ناقصه، راه دايره اكثر، كتمشي حتى 1200. كنت خديتها ديجا في بيوغناش في لي برومو ديال لي بلاك فرايداي ديال داك العام، كنت خديتها فيه. هنا كنت كنقلب على هوفر، باي ذا واي راه خديت واحد هوفر واحد اخر حتى نبارطاجيه معكم، هو نيت صراحه نفسه. وهاد الطريسك قلت هنا صراحه الفيديو فاش صورت لكم مازال ما خديت هذاك هوفر، لان كانوا داروا فيه ميل ديغا. انا نرجع لكم عاوتاني، الناس اللي متبعيني في انستغرام غادي يعرفوا بانني حيت بارطاجيت معكم وقلت لكم باللي راه كاين سميتو. تحيه الناس اللي مشاو ولقاو، وتحيه الناس اللي مشاو ولقاو باقي خاصهم يخلصوا ويخليو. شحال من واحد صيفط ليا وقال لي شكرا على سميتو. عندي نمبر دو فالوور قلال، ولكن صراحه كيهضروا معايا بزاف، زعما الناس كيصيفطوا لي ميساج بزاف، كيهضروا معايا سورتو على هاد المواضيع ديال بحال هكا لا ماشي لا فاسيل وهاد التخربيق. فانا عزيز عليا باش نعطي هكا نصائح للناس. صافي انا صورت لكم كل حاجه، ما تعرفوا شي واحد يكون باغي ياخذ فكره. شوفوا
العز زعما داكشي اللي كيكون صحيح راه باين، شوفوا الاثمنه راه كيبان، وفي داكشي اللي كيكون صحيح شوفوا لي هذا، شوفوا لي هذا ب 7000 وقولوا 500 درهم، هذا 5000 ولكن راه عفسو راه صحيح 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 بزاف. وذاك النهار مشيت لهذا المرجان وهي تبان ليا الاير فراير ديال تيفال، صراحه عجبتني، عجبتني لا كاليتي صنايا نفوا مع هذه اللي كاينه عندي، ولا كاليتي ديالها زوينه، داكشي اش كيقولوا بلي راه هي صحيه اكثر. المهم هنا غادي نخليكم ملي غادي ندخل للدار باش نكمل روينتي. صافي هنا غادي ندوز نجمع هادشي، هادشي راه ما فيه والو، خفيف ظريف، كاين تما غير شي كيسان، وهادي ديال اللانش بوكس. ندوز نجمع هاد شويه حيت باقينا دوك اللعيبات ديالها تما كينشفو. غادي نرد هادي باش نردها بلاصتها، وصافي هذا ما كان. غادي ندوز دابا باش ندير العشاء حيت تسعود هادي، يلا غادي نتعشاو مع العشرة ونصليو ونعسو. هذا ما كان دابا، واخا هكاك دابا مع بدات كتظلم الوقت، كاين شويه ديال الوقت في العشيه، يعني شويه طويله العشيه وصافي فيها شويه البركه، ماشي طويله العشيه، الليل ولا كيكحاز. دونك دابا صافي تحت الظلمه. ايوا كيما شفتو كنت خليت الكوزينه صحه سلام، رجعت بحال هكا. المهم داكشي شي حاجه خفيفه، كنعتمد ديما باش انني نخلي الكوزينه هي اللي خاصها تكون نقيه، الشغل الله يجعل ما تمسحوش الغبره، ما ديروش شي حاجه، وليك الكوزينه فاش كتجمعوها كتكون لكم الدار نقيه، والله الا بالتجربه كتحسوا بان راه الدار راه نقيه. هنا جيت غنجمع هاد الشوايه، صراحه كنستعملها بزاف، كلينا فيها في الغدا صافي، وجيت باش نجمعها باش بعدا راه هذا راه اليوم هذا النهار هذا راه كان نهار السبت، كان نهار الحد، وكنت فقت فيه حتى هو بكري. المهم صافي وجيت جمعت كل حاجه. بالنسبه لهذه راه كنحطها غير هنايا حدايا لانني كنستعملها بزاف، ودرت فيها حتى لي برودوي ديال لا ماشين لافي حيت قراب ليا. المهم هنا راه غير مديباني، ولكن المهم راه قاضي ليا غرض، صراحه فرحت بزاف بهذا الشونجمون اللي درت حيت عاوني بزاف. بالنسبه ليا الكوزينه ديما الجمعه هو فاش كنحرك هذا الشيء كامل باش نحيد كل حاجه تحت منها. اما صراحه اليامات العاديين فرا كندوز غير داكشي، ما كنجبدش الجنيبات حيت ماشي ديما كيكون عندي، كيكون عندك لونفي باش انك اختي تبقاي تجبدي كل حاجه وتجبدي القنات، وكيبقى لي داكشي صراحه نقي. ولي برودوي راني كنستعمل اسبيروكس هو اللي كنستعمل حيت هو اللي كيجيني كينقي دغيا فاسيلمون. هذا وفاش كنكون خدامه مثلا كنبقى نرد، مثلا كتبان لي الاير فراير ما فيهاش هذاك اللعيبه كنديرها ليها، وكنبقى كنجمع شويه بشويه حتى كنسالي وكنجمع. هنا غادي ندوز حيت غادي نصايب معكم العشاء، معناتها نكون كلتها ليكم. انا راه خاصني ضروري نجمع، جربوا هذه الطريقه، الناس اللي كتغلبهم الكوزينه جربوا هذه الطريقه، جمعوا كوزينتكم هي الاولى عاد بداو لي تخاف، عاد بداو انكم طيبوا. صافي هنايا خويت الهايش بوكس ديالي خويت الهايش بوكس. المهم اش كنت نقول لكم، تفكرت هذاك الهايش بوكسات اللي كياكلوا الناس وحنا ما كناكلو والو، معش مع المصرفين حنايا، حنا انت ولا جن ولا ايه. المهم صافي كنحط كل حاجه بوحدها، انا كنت ديجا تقديت، غنبارطاجي معكم التقديه ولكن ماشي في هاد لا فيديو هادي حيت غادي تجيني طويله بزاف. المهم نتمنى الى عجبكم لو كونتوني ديال لاشير، ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع العائله والاصدقاء باش تعموا الفائده. هنا علاش كنقول لكم لا فيسيل خاصها تكون تحت الايفي، خاصها تكون قريبه ليك باش تحلي وتحطي تحلي وتحطي. دابا مع انا ما كنبغيش دوك القطرات يبقاو ليا في الارض، واخا راه كاينه الطابي وصراحه ديك الطابي تكرفصات عندي ما بقاش صالحه، بغيت نبدلها ولكن مازال ما لقيتش شي حاجه مناسبه، لان دابا تزل عندي اسباس بالطول، غادي نولي نحتاج طول ناحيه داك البراد حيت غادي يبان فيه راسي عاوتاني مقوبع. صافي وهنا كنستف. بالنسبه اللي يسولني على لافيسيل، ها هو الفيديو خليته لكم هنايا، دخلوا ليه شوفوا. الناس اللي كيزيتي واش ياخدوها ولا ما ياخدوهاش، الا كانت القدره الشرائيه بنادم غير ياخدها ما يعزهاش في راسو، حيت الصراحه 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 كتعاون بزاف بزاف. شوفوا دابا كاع داكشي جمعته حطيته لهي، هاد المقله هي كتدخل تما غير مع هاد المقله كنستعملوها كل نهار، وهادي ما غاديش نتسالي ما غاديش نطلقها حتى الغدا. دونك كنغسل داكشي اللي كنحتاج، المقله
غير حيت كنستعملوها بزاف، ديما كنطيبوا فيها البيض في الصباح فكنغسلهم. هاد المقالي ما كندخلهمش وزيدوا عليها حتى الصهد، الصراحه كيخسرهم، كيحيد لهم داك اللعيبه اللي كاينه الفوق ديالهم، كتحسوا بحال الا بهاتت، بحال هادي بهاتت. صافي وليت كنغسلهم، الصراحه كنت كنديرهم في لافيسيل. وحتى لي مود كيلعبوا دور، فاش كديروا المود ايكو راه كيكون هابط بزاف في هذا، في سميتو في الحراره، سينو بحال اوتو وحوايج اخرين راه كتكون الحراره اللي كتكون هي طالعه بزاف. دونك خاصكم تعرفوا شنو تختاروا شنو ما تختاروش. المهم بقاو معايا، لا فيديو مازال طويله، غادي نبارطاجي معكم شي حويجات ديال الشعر، نبارطاجيهم معكم. قلت نبارطاجيهم معكم حيت صراحه معانا بحكم انا كندير زيف، ما عمرني بارطاجيت معكم شي حاجه هكا ديال الشعر اللي تنفعوا بها. هنا غادي ندير واحد العشاء صراحه اللي كيجيني ساهل. شوفوا البنات، الا كنتو بالنسبه للوقت راه هادشي كامل اللي كتشوفوا، والله الا درتو انا غادي نقوس على راسي، درتو في ساعه صافي، يعني غادي نكون شديت هذا وحيد نقيت بطاطا قطعتها باش كتعجبني. هاد الطورتيه اللي كندخل الفران ما كان قابلها كتقلى، ما كان ندير لها حتى شي حاجه، كنشدها كندورها. شوفوا هنايا طفى ليا الفلاش ديال الموتور، قلت لكم ديال التليفون. صافي وكنستعمل هاد الالات بحال هكا، دغيا كتقطعي دغيا كتسالي، ولكن اون فوا كنتي خدامه ولا كنتي نيت في الدار، فاش تدخلي للكوزينه ديري كلشي، ديري حاجه ديال الصباح وحاجه ديال العشيه. كنتي عارفه العشيه غتحتاجي بطاطا مقطعه، قطعيها يا اختي وسلقيها، فاش العشيه مني تجي تلقايها مقطعه، ولا العشيه الله يجعلك قلت لكم تكونوا جالسه غير في الدار، تجي تلقايها مقطعه ومصايبه. صافي هنا كنحاول انني مثلا الحاجه اللي ما كاينلاش انني نخليها تبات، فكنحاول اننا ناكلوها طريه، زعما ماشي ما نكذبش عليكم ما كنتمعكزش لديك الدرجه ديال انني نوض ندير. كنحاول ايفيتي دوك الحوايج اللي كيكونوا زعما باتوا ولا الا للضروره القصوى، هادشي اللي كاين. صافي كندير شويه الملح، شويه البزار، وشويه ديال الثوم بودره. صافي وديروا شويه خطيطه ديال المليحه. صافي عرفتوا هادشي بركه، وخطيطه ديال الزيت. صافي ودخلوها الفران، حركوها بحال هكا يتخلط هذاك الخير. صافي جيبوا لاطا ديالكم، ديروا بابي كويسه راه كيحافظ بزاف على اللاطا. دهنتها وكما كتشوفوا وزعت ديك الزيت وحطيت البطاطا، ومن الاحسن ان البطاطا تكون بحال هكا بطاطا بيضه باش طيب لكم دغيا. والحراره خاصكم ديروا حراره مرتفعه بزاف، وطلعتها لفوق انتما كما كتشوفوا راني مطلعاها لفوق كاع، راني مخليه لتحت ومطلعاها لفوق كاع. هنا كندور في الفران، شفتوا ما شعلش، وانا نقول عاد بلا مشطره مال هذا، بقيت كنشوف في ساعه انا مش علاش رانوش. المهم صافي هنا دزت لهنايا الاير فراير، درت فيها زعلوك. زعلوك غنحتاجو لغد لي حيت غادي ندير ان شاء الله الحوت، فكيكون زعلوك واجد، كيبقى لي غير الحوت. المهم كندخلو الاير فراير، صراحه كيولي يا سلام، وكنقادو كنصايبو كيجي مزينتو. المهم نخليكم دابا مع لي برودوي ديال الراس، غادي يعجبكم ان شاء الله. ما تنساوش انكم تلايكيو لا فيديو. ايوا انا البنات ساليت دابا تقريبا ماشي 9 ديال الليل، باقي لينا واحد شي شويه على العشاء. قلت اجي نصايب شويه شعري، وقلت اش ما نبارطاجيش معكم بيكو انا كندير الزيف، زعما ما عمرني بارطاجيت معكم شي حاجه ديال الشعر. هذا شو هذا البنات، صدقت مين ديال ريوانطو، خديته في الكترو بلانيت. ها الكترو بلانيت خديت تخيل معايا 120 درهم، واش نقول لكم 120 و 119، وصدق زوين كيبوكلي وكي زعما كيدير خدمتو. ردوا لي البنات راه كيديروا لي برومو، راه هو داير شي 350 درهم، وكيهبطوا لي لي برومو كيولي 100 119 130 136، المهم اقل حاجه وصلها هي 119. هي فاش كنت خديتها وراه كاين حتى في مرجان، بان لي حتى في مرجان. هذا الصراحه زعما زوين، انا ما كان زعما ما كنصايبش الشعر بزاف، ما حيت كندير الزيف زعما بحال البنات اللي كيخرجوا بالشعر. هادي حتى هي خديتها ديال لامارك ديمو، انا ما خدني الذاكره ديمو ديال جل مرجان، كنت خديتها في مرجان زوينه، كدير كتمشط وكلشي. مي دابا ما عرفت كيفاش نشرح لكم البلاك، كي لي سي كتبقاش الماش طايحه. هادو مع فيهم هاد الفراق هاد بيناتهم كيبقى بحال ماشي اوموجين الشعر، ما كيبقاش اوموجين، ولا ما عرفتش ولا واقيلا حيت الشعر ناشف ولا ما نعرف، كيبان بحال هكاك.
صافي. وهذه فيها حتى 230 وكتقدروا تحكموا فيها، طفيوها وتشعلوها وزعما تزيدوا ليها وتنقصوا ليها. صافي كتخليوها غير تسخن وكتحددوا ليها الحراره اللي بغيتوا وكتخدم كدير خدمتها. ولكن انا ما كتدخلش لي غاسين بحال دابا مثلا عندك شي اللي عند شعره مدراج ولا شي حاجه، ما كتدخلش لي غاسين. هذه بحال تقولوا غير كدير بحال توشينغ وصافي. يعني الا كان ديجا شعرك مصيب لتحت راه كتقادو مزيان، ولكن انا ما عنديش مشكل شعري يرطب، ما عنديش مشكل. كندير غير كنبغي انا غير لتحت مره وصافي. لا عشقات ليا يعني. ايوا خلاص هادو راك هادي راكم عارفينها، ما نحتاج اني نهضر عليها. هادي خديتها هي البنات فاش كنت في الحسيمه، واش في الناظور ولا في الحسيمه، خديتها في الحسيمه. هادي كدير خدمتها وكتجبد وكلشي، ولكن كدير نفس المشكل ديال هادي اللي هو هاد سميتو كيشعكك، كيفرق الشعر، كيمشطو ولكن كيفرق الشعر. انا الصراحه ما كنقدرش ندير حراره اللي هي كثيره بحال دابا مثلا ندير ديك 230 امبوسيبل نديرها في شعري. عرفتي فاش كنشم ديك الريحه في شعري ما كنقدرش، هي اللي كتلوح زعما الشعر وكتردو ليس. هادي كتجبد وكلشي، ولكن ضروري انا كنقول زعما الا بغيتو افي رائع خاصكم دوزوا ليسر من بعدها. وشفت شحال من وحده صراحه كنشوفها كدير لي فيديو بحال البنيات ولا هذا، كيديروا هادي باش يديروا من بعد كيديروا ليسر، غالبا كيديروا ليسر من بعد الا بغيتي داك اللي في زعما اللي هو كيكون مقاد. اما هي راه كتصايب يعني كدير في لافير بحال دابا مثلا الصباح اللي بغات تقد غير لافرونش ولا شي حاجه وتجمع شعرها كتجي زوين. المهم نبارطاجي معكم حتى عندي هادو هنايا شنو مازال كاين عندي هنا، يلا كنكتشف معكم. لا السوشوار، هذا السوشوار خلاص ضروري. هادي دابا هادي هي هادي والسوشوار جوج المرات. السوشوار عندي فيه هذا الراس، هذا الراس رائع. ها شوف اش كدوشو، وهذا كيتغلغل كتدخلو هكا في الداخل ديال راسكم وكيدخل الصهد كيف ما كيبقاش، ماشي بحال هذا، ماشي بحال هذا الراس. كديروه غير داك البلاصه فين كديروه هو اللي كيبقى فيه. هذا لا، هذا كيتغلغل لك وسط الشعر ودغيا هذا كينشف. هذا السوشوار، هذا السوشوار غالي الصراحه. هذا شريته منين؟ تزوجت شريته شحال هادي وصدق زوين. وهاد اللعيبه هادي كنصحكم بها. انا واحد الوقيته كان كيضرني السوشوار في شعري، كيشق لي شعري، كيشق لي راسي، كتجيني بحال غادي نشقيقه. كديروا هاد اللعيبه هادي وكتسدوها في راسكم بحال هكا، وكديروا الراس ديال السوشوار هنايا بحال هكا راه كيتسد. وهادي كتنفخ وخليو شعركم مطلق لداخل، وراه كيبقى الريح كيبقى يدخل لكم لداخل ديال الشعر. عرفتوا راه كتنشف لكم الشعر سختو بحال اللي بحال دابا انا مثلا الا نعست بيه مثلا ما ناشفش يقدر يدير ليا الحكه، يقدر سيخطو ديك البلاصه ودرت عليه غطيه الزيف ومشيت ديك البلاصه غادي تنوض لي فيها الحكه ديال تحت الراس. راكم عارفين مع البرد كتبقى الميد، كيبقى ديك البلاصه فيها الميد انت ماشي بحال الصيف، يعني ضروري خاصني نحل شعري باش ينشف. المهم هنا غير بارطاجيت معكم كل حاجه، انا بالي كنت باغا نحل شعري وقلت بلاتي نوريكم نبارطاجي معكم. سي جامي غادي يكونوا بنيات كيتبعوني اللي ما كيديروش الزيف، ولا حتى اللي كيديروا الزيف في ديورهم. وبالنسبه لهادي راه فيها 3 نيفو، انا نوريكم الا بغي يدور ليا بلاتي ما غاديش يبغي يدور ليا. هادي هي شاعله، المهم غير خدامه يعني ما خدامش يعني غادي يزلي الضو. العجيب هو النيفو ميديوم، لو مجهد على ميديوم، والهاي حتى هو مجهد. هذا الهاي صافي. هنايا قبل ما ننعس ما تنساوش انكم تهلاو في راسكم. هنا مني حطيت داك الخير كله كيطيب مشيت دغيا غسلت الفرصه ومشيت غسلت وجهي وقديت كلشي، حيت بعد المرات الا تعطلت فما كنبغيش ما كنديرش بزاف ديال الديتاي، كنغسل غير وجهي دغيا الصراحه بهذاك ديال لاغوش بوزي صافي وكنوض في حالي. فلهذا الا لقيت زعما هكا الفجوه فراه كنمشي كندير حويجات واحد اخرين، ولا كنمشي كنمسح الغبره يعني باش هكا نربح الوقت. صافي مشيت هنا كما قلت لكم غسلت وجهي ودرت لاكريم ديالي ايدغاتون، توضيت ومشيت صليت، كان باقي ليا العشاء صافي.
وتوضيت صليت بين ما طابت. بالنسبه كنت كما قلت لكم الفران ديرو حراره اللي طالعه وطلعوه للفوق وعلى حسب الصراحه الفران ديالكم، ولكن باش كتعجبني راه ديك البطاطا البنات راه ما مسلوقاش، بطاطا راه غير كتقطعوها وصافي. بالنسبه لاكريم كنستعمل هذه الصراحه صدقت زوينه، وخا في الاول كنت حكرتها مي كدير زعما كدير خدمتها كوم الفو صافي. رطبت قديت وجهي حيت صراحه دابا مع البرد كيتكرفص ليا بزاف وجهي، كيبدا كيتقشر ليا، ف اللهم نسبقوا الامور من قبل. صافي هنا مشيت بنت ليا باللي راه كما كتشوفوا هو اللي كيقول ليا زعما راه الاير فراير ما كطلعش ليا ولا ما كطيبش ليا، انا ما عرفتش علاش. هذه دايره ليها غير 190، كنجمع فيها كلشي، بطاطا الدنجال كلشي داكشي كنديرو خطره وحده وكنوض ما كنفكرش صافي، وكنخليها وكنمشي حتى كنسالي. هنا كما كتشوفوا البطاطا هي طابت. المهم انا ما غاديش نبدل البابيي كويسون حيت راه باقي مزيان حيت البنه كاينه فيه. المهم نتوما الا ما عجبكمش حيت المنظر صراحه بعد دابا فاش شفتوا الفيديو كيبان خايب، ولكن والله الا بنينه حيت انا كتعجبني فاش كتحرق فيها ديك البصله كتجي فيها واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. صافي هنا غادي تجيبوا، شوف راه كنقب ديك الحاله ديما كاينه فيها، غادي تجيبوا جوج بيضات ولا ثلاثه. انا هنا درت جوج من بعد بانوا لي بلي راه قلال ودرت ثلاثه ديال البيضات. بالنسبه ردوا البال ان زعما خذوا بعين الاعتبار ان راه ديك الكونتيتي راه كتنقص وما كتبقاش هي هذيك، يعني الا كنتو عدد افراد الاسره كثار فديروا كثر. انا بالنسبه ليا هاد اللاطا يلا كندير تقريبا ربعه ديال البطاطات هكاك كتجينا جوج جوج لواحد. هانتوما شفتوا في الاول كانت اللاطا عامره، دابا مني طابت راه كينقص الفوليوم ديالها. صافي وغادي نعاود ندخلها الفران هنا حيت كلشي طيب، وغادي ندير ليها غير شويه الحراره. انا صراحه كنخليها غير بالصه ديال الفران وكنخليها كطيب. صافي هنا اللي ساليت راه كنحطو في لافيسيل باش يتغسل باش يكون البلون دو طرافاي ديالي خاوي. هنا غادي نكونو قربنا وصلنا لفان ديال الفيديو، ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع العائله والاصدقاء. الطورطيه ديالنا جات على هكا راه ما كتلصقش كتجي زوينه وبدينا جربوها وردوا عليا الخبر راه ساهله احسن من نقليو وزيد البيض وتسنى حتى يطيب. المهم وكتبقى صحيه حيت ما فيهاش الزيت. المهم خليت لكم راحه الله الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش انكم تلايكيو، وهذا واحد لافيسيل درتو بارطاجيتو معكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي، خليت لكم راحه الله. باي بايات. Thank you.